بعد أن الآن في بداية الحياة استكمال باقي مناسك العمرة عن المرحوم الحاج رفعة عبد القادر سعادة رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازه بالحسنات إحسانا السيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، إن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن إساءته. اللهم تقبل منه قليلا وتجاوز عن التقصير. اللهم افتح أبواب السماء بروحك وأبواب رحمتك وأبواب جنتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هم لاحقين. اللهم إنا قوم نشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم يمن كتابه وهول حسابه ولين ترابه وألهم حسن جوابه وطيب ثراه وأكرم مثواه واجعل الجنة مستقرا له ومأواه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ظله تحت ظل عرشك وما لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك. اللهم اكتب اسمه على أبواب الجنة الثمانية. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وذرية خيرا من ذريته. اللهم ادخله الجنة بلا حساب ولا سابقة أعداد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم اجعله في قبره مد بصره. اللهم انزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم انقله من ضيق اللحود والقبور ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخطوط وطلح موضوع وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.